السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم زياد المقبل من موقع نيوتك. الآن معانا هاتف اللينوفو الفايب اكس، راح نسوي له إن شاء الله في هذا الفيديو فتح الصندوق ومراجعة سريعة للجهاز. طبعا زي ما انتم شايفين من أول نظرة الكرتون الجهاز، الكرتون جاي بشكل مختلف عن بقية أو صناديق الأجهزة الثانية، يعني جاي بشكل أجمل. وزي ما انتم شايفين مكتوب على كرتون الجهاز اسم الجهاز اللي هو الفايب اكس، يعني معطي الكرتون الجهاز شكل جميل. خلونا نبدأ الآن بعملية فتح الصندوق. بسم الله. وهذا هو الجهاز، خليه على جنب نرجع له بعد شوي. شوف الآن محتويات الصندوق. طبعا هذه الكتيبات اللي أعتقد ما حد قرأها قبل. وهذا الدبوس تبع الشريحة، وهذا الشاحن. طبعا ما في شيء مميز. وهذه السماعات تبع الجهاز. واخيرا سلك اليو اس بي اللي تبع الشاحن. طبعا خلاص خلصت محتويات الصندوق، نرجع للجهاز الان. وهذا هو جهاز لينوفو الفايب اكس. طبعا الجهاز خفيف الوزن، وسمكة الجهاز زي ما انتم شايفين الجهاز يعتبر نحيف وهو ياتي بسمك 6.9 ملي. اما بالنسبة لشاشة الجهاز فهي تاتي بقياس 5 انش وبدقة بكسلات 1920x1080 وبكثافة بكسلات 441 بكسل لكل انش. بالنسبة للكاميرا الامامية فهي تاتي بدقة 5 ميجا بكسل، مختلفة عن بقية الهواتف اللي تاتي بدقة 2 ميجا بكسل. بالنسبة للكاميرا الخلفية فهي تأتي بدقة 13 ميجا بكسل مع فلاش LED. طبعا الجهاز من الخلف مصنوع من مادة البولي كربونات اللي تعطي للجهاز مسكة أفضل وخامة أفضل للجهاز. طبعا البطارية غير قابلة للإزالة. أيضا البطارية تأتي بقوة 2000 ملي أمبير، يعني تعتبر نوعا ما متوسطة. بالنسبة للمعالج اللي هو رباعي النواة من ميديا تك، الرام 2 جيجا. طبعا المعالج يعتبر من الفئة المتوسطة. بالنسبة للذاكرة فهو لا يحوي على منفذ الذاكرة الخارجية، الجهاز يأتي بذاكرة داخلية 16 جيجا فقط. الجهاز متوفر الآن في السوق السعودي بسعر 1299 ريال. طبعا سوينا الآن انبوكسنج الجهاز ومراجعة سريعة، إن شاء الله راح نسوي له مراجعة تفصيلية قريبا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.